بسم الله الرحمن الرحيم. This is the key answer for chapter 6 المرابحة Contract Islamic Accounting. So question 1, we have to prepare the balance sheet, extract of balance sheet and income statement to show the effect of المرابحة principle during the period of contract. So the bank provide 1 million. To the customer with return المارك اب 15% 15% عائد البنك فراح يصير 150 per year لمدة 5 years راح يساوي 750,000 خلال الفترة المليون العميل راح يرجع مليون he has to return back 1 million plus markup or profit to the bank which is 750,000 so the total that should be returned back to the bank 1,750,000 مبلغ اللي يرجع 1,750,000 during 5 years that means each year the customer he has to return back 350,000 على مدار 5 سنوات أي أن العميل يرجع 350 each year the annual installment payment if it's not given here we could calculate it by this way إذا مش معطى معانا نحسبها بهذه الطريقة إنه المليون زائدا المكسب 1,750,000 أقسمها على عدد السنوات يطلع معاي كم لازم يرجع سنويا لازم يرجع 350 كل سنة let's go to the balance sheet there will be المرابحة أو البيع بثمن آجل finance والunearned revenue unearned revenue or income year zero year 1, 2, 3 and we will see later year zero البنك has it has written in bank records 1,750,000 هذا عقد المرابحة اللي سجله البنك يشمل 300 في المثال يشمل ال unearned revenue 750 اللي راح تدفع خلال فترة العقد مع المتبقي المبلغ الأصلي اللي هو مليون نس ماينس year 1 نهاية السنة الأولى العميل راح يرجع 350,000 year 1 قلنا بينقص 350,000 حسب الأقساط اللي بتنقص من الفاينانس مليون وسبعمية وخمسين ناقص 350 بتبقى مليون واربعمية مليون واربعمية 750 الأنير ريفينيو راح يتحقق منها تبع السنة احنا قلنا سنويا 150 فراح تنشط 150 بتبقى فيها 600 إذا هنا باقي معانا 800,000 as the principal كالقيمة الأصلية ونبقى مرة ثانية المليون لو قسمته على 5 سنوات 200,000 فالمليون ناقص 200 باقي 800 من المبلغ الأصلي باستثناء الربح تبعه السنة الثانية راح يرجعون 350 المبلغ المتبقي 1,400,000 إذا رجع 350 بيبقى 1,050,000 600 تروح منها 150 تتحقق وتبقى 450,000 50 مع 50 بتبقى أيضا 600,000 بالسنة الثالثة المليون وخمسين بتروح منها 350 بتبقى 700,000 في عقد المرابحة 450 تحققت منها 150 بتبقى فيها 300 إذا بيبقى معانا
400، 700 ناقص 300 400 ألف، اللي هي 600 ناقص 200 400. أيضا السنة الرابعة 350 بتروح من 700، بتبقى فيها 350، هنا بتبقى 150 إلى أن يصير 200. آخر دفعة راح تدفع في نهاية السنة الخامسة 350، بتدفع بيبقى صفر، 150 بتتحقق بيبقى صفر، ينتهي العقد بنهاية السنة الخامسة وتتحقق الأرباح هذه 750 على مدار 5 سنوات. هذه بالنسبة لي مطلوب السؤال الأول. Let's go to question 2. Again, here we have to, but we have to also add the journal entries. Second question, present a statement showing amount of net receivable and مضاربة income for the whole duration of contract. إذن لازم نعملها كامل الجدول، وبعدين القيود يكون أسهل بعد الجدول. بالبداية الفاينانس اماونت 500,000، عليها مكسب ريتيرن 10% راح يكون 50,000. 50,000 زائد 500,000 بلس الريتيرن 50,000 تلقى في أس 550,000. إذا قسمتهم على 5 سنوات 510,000. إذا هنا غلطة، هنا 110 وليس 115، 150، 110 الأنوال إنستولمنت. المبلغ الأصلي 500 بلس المارك أب البروفيت تبعهم 50,000، 550 عيدها على 5 أقساط 5 years، إذا 110 سنويا، 100 550، يس 110 صحيح وليس 150. هذه بالنسبة لي لما بنجي نعمل القيود تبعنا، أو قبل القيود بنعمل بيع بثمن آجل و الان ايرند انكم اير زيرو. كم قلنا صار معانا هناك؟ 550، منها 50,000 أرباح غير متحققة راح تتحقق مع مرور الوقت. المبلغ المستحق لنا الريسيفابل 500,000 بالسنة الأولى. كم قلنا راح يرجع؟ 110 من 550 year one، تبقى 440، تحقق 50 على 10 على 5 سنوات، إذا 10,000 50 ناقص 10 40,000 متبقي ان ايرند، الايرند 10 متبقي 40، 400,000، لأن 500,000 على مدار 5 سنوات كل سنة بيرجع 110، 100 من أصل المبلغ و10 من المكاسب اللي عليها. year 2 راح يرجع نفس الشيء 110، بتبقى معانا 330,000، وهنا 30,000 بيبقى 300,000. year 3 220، هذه الأرقام منسجمة، و20 متبقي 200,000. السنة الرابعة 110، 10,000، 100,000. السنة الخامسة قلنا يكون فيها بيسدد 110 بيبقى صفر، بتتحقق العشرة الأخيرة صفر صفر.
هذه بالنسبة للإكستراكت أو المطلوب الثاني بالأصح. Prepare the journal entries. القيود بالنسبة للقيود طالب ال first year and final year. ال first year أول سنة لما بنبدأ بالإعطاء التمويل year one, the beginning of year one, على بداية السنة الأولى أو بعض يسميها year zero debt. دفعنا مبلغ سجلناه ضمن finance contract. إذا الفاينانس قلنا أصول اللي هو المرابحة finance, credit cash, بالإضافة إلى أن في جزء منه an earned income or revenue whatever you want. كم المبلغ اللي احنا ساهمناه به؟ 500,000. في 50,000 ان ايرند. توتال فاينانس هو 550. هذا نفس اللي هنا year zero. بنهاية السنة نفسها سدد لنا, قلنا سدد لنا جزء من الأرباح وسدد جزء من الفاينانس, فبنعملهم على شكل قيدين ديبت. القيد الأول بمعنى سدد راح استلم الكاش والغي حساب المرابحة. المرابحة فاينانس كم اللي سددنا إياه؟ 110,000. دفعنا كم قلنا هنا؟ خفضناها ب 110 اللي هي الأقساط اللي راح تدفع, اللي راح تدفع سنويا راح يدفعها على مدار 5 سنوات. 550 على 5 110. 110 وفي جزء من الأرباح اللي هي كانت ان ايرند صارت ايرند, راح ألغيها أيضا ديبت. الان ايرند انكم ان ايرند انكم كريدت البروفت اند لوس اكاونت نفس الفكرة, فبيكون معانا 10,000 لأن قلنا بيتحقق على 5 سنوات 50,000. القيد الثاني والثالث يشملون التخفيض اللي من هنا 110 وهنا 10, خفضها من 550 إلى 440, والآن ايرند انكم تخفضت من 50 إلى 40. هذه بالنسبة للسنة الأولى. بعدين طلب آخر سنة, هل في عندي أي difficulties أي شيء؟ ما فيش عندنا. أوكي ما فيش. Prepare the journal entries for the first and final year. نفس القيود راح تتكرر في السنة الأخيرة, بما أننا ما عندي difficulties في البيمنت, ما عندي شيء receivable بتبقى, فراح تتكرر نفس القيود. year 5 same لا القيد الأول هذا بس في السنة الأولى. no entry here هذا بيتكرر same this one. قيد الاستلام 110 وعندي قيد الأرباح الأخيرة أيضا same as the first year. القيد الأول طبعا ما بيصير إلا في أول مرة, هذا القيد الوحيد اللي بيصير معانا في السنة الأولى, هذا بيتكرر مرة واحدة فقط. بعدين القيد الثاني والثالث كل سنة راح يتكررون نفسهم نفسهم نفسهم. If there is a difficulty to payment, I think we will see it in exercise 3. There will be something like that. Okay, let's look to question 6.3. Bank provide house financing facility to the customer
Financing details are as follows. 600 is the amount of finance. A term of 8 years. Return 5%. إذن 30,000. 30,000 في 8 سنوات راح يساوي 240. 600 زائدا 240 يساوي 840. 840 إذا قسمتها على 8 سنوات تقسيم 8 سنوات years راح يساوي 105,000. هذه الانستولمنت بايمنت لازم يرجع 105 سنويا. Okay. Abdullah has paid the installment as stated and agreed for first 5 years and agreed to settle all the payment outstanding in full at the beginning of year 6. يعني اتفق معهم على 8 سنوات لكن على سدد لهم 5 سنوات وبعدين في بداية السنة السادسة قال لهم خلاص بعطيكم المبلغ المتبقي لكم كم اعطوا له خصم 10% لانه بيدفع لهم سريع. بنشوف كيف. فالمطلوب المطلوب الـ extract the balance sheet and income statement for the 5 years only. Journal entries again to the 1st and 5th and 6th year. Okay. تمام. بالنسبة لي الـ year الأول هنا بنمشي نفس الفكرة year 1 or year 0 sorry. كان عندنا year 0 اللي هي كم قلنا 840,000. 840,000 ال unearned revenue كانت 240. المتبقي هنا الأصلي المبلغ اللي هو 600,000 اللي ساهم بها البنك. year 1 في السنة الأولى بيرجع لهم 105 من ال هذه بتبقى 735,000. الآن ايرن ريفينيو 30,000 سنويا عشان كده بتبقى 210. احنا قلنا 600 × 5% 30,000. يس. إذن 210 متبقية هنا 525,000. year 2 نفس الشيء تنقص 105 تبقى 620 أو لا 630 سوري تبقى 630 إذا نقصت 105. هنا بتنقص 30 بتبقى 180. 180 630 ناقص 180 450 أو بتنقص 75,000 من 525 من 75 اللي هي 600,000 المبلغ الأصلي على 5 سنوات. بكمل الآن السنة الثالثة والرابعة والخامسة وهذه حسبتنا للسنة الرابعة والخامسة. وصلنا للسنة السادسة قلنا خلاص قالهم بداية السنة السادسة يعني على نهاية الخامسة كم متبقي 325 والآن ايرلي إلى آخرها. هذه أريد أسدد لكم إياها فتتصفر هنا ما راح يكمل السادسة والسابعة والثامنة. هذه راح تظهر في القيود. Prepare the relevant journal entries first year and fifth year and sixth year. السنة الأولى والخامسة ما راح يتغير شيء فيهم نفس اللي عملناه في السابق باستثناء أن راح نغير شوية في الأرقام. year 1 كما احنا معانا الآن المبلغ كله
اللي هو 840,000، 240 و600. اوكي، 840,000 تشمل 600 اللي دفعها البنك، وتشمل 240 تبعهم اللي هي أرباح على مدار 8 سنوات المفترض. إحنا الآن نتحدث عن 8 سنوات، هذه إير زيرو خلينا نقول. بالإير ون، هي الإير ون وإير زيرو نفسها، بس إير زيرو بداية إير ون، نهاية السنة راح يرجع لهم، راح يرجع لهم المبلغ المتفق عليه اللي هو إحنا حسبتنا هنا طلعت 105، من 840 يسدد 105,000، راح يسدد لهم 105 المتفق عليها، وليست 150، 105,000، وهاي 105,000، 240 على 8 سنوات تبقى 30,000، قلنا راح تتحقق سنويا. هذه القيدين راح يتكررون لمدة 5 سنوات الأولى، year 5 نفس الشيء، same no entry here will be the same will be the same، ما فيش تغير. الإشكالية في السنة الأخيرة year 6، لأنه راح يسدد المتبقي عليه. كم المتبقي عليه؟ راح نرجع مرة ثانية نشوف الديبت، راح نستلم الكاش ونستلم اللي هي ايش بيكون معانا فيها ديسكاونت ايضا ما ننساه، انا اعطوه 10% كريدت ان ايرند، وطبعا ايرند ما لسه ما جينا الان، ايرند كريدت المرابحة فاينانس، مرابحة فاينانس. كم المتبقي؟ المتبقي عليه العميل باقي عليه الى نهاية السنة الاخيرة 315,000، وان ايرند 90 ما ننساها، بس 315,000 هذه لازم يسددنا اياها، او كان مفترض انه يسدد لنا اياها. 315,000، 315 قلنا اللي هي هنا بنبغى، و90,000 متبقية صح؟ يس 315 و90,000، انا يارن هذول لازم اسكرهم. 315 لثلاث سنوات، والتسعين لثلاث سنوات، للسادسة والسابعة والثامنة، لأن بداية السادسة بيسجل لهم. بس برضه الآن ايرند لازم نحطه في، خلينا ننزل هذا شوية، أنا نريد نسجل الآن ايرند بعد، الآن ايرند انكم أو ريفينيو كريدت المرابحة فاينانس. المرابحة قلنا 315 منتهيين منها، ونفس الشيء بالنسبة للان ايرن 90,000 تتسكر، قرروا يعطونا 10% ديسكاونت، هذه 10% الديسكاونت. من ايش بيكون الديسكاونت؟ من الارباح تبعهم، او من المبلغ كامل، هذه عاد مش محددة بالضبط، فاحنا بنفترض انها من ما تبقى، اي انه 315 ناقص 90 225، اذا اعطوله خصم في 10% بيحصل على خصم مقداره 22,500، 22,500. إذا نرجع مرة ثانية، 315 ناقص 90 ناقص 22,500 راح تساوي المتبقي 202,500.
500. منين جاية ال 22 اللي هي الديسكاونت؟ ارجع مرة ثانية عليها، اللي هي قلنا 315، وما بيكون عليها الخصم كامل ناقص 90,000. الان ايرن باقي عليه 200 و 225,000 في 10% راح تساوي 22,500. هذا بناء على تفسير كيف على من 10% هذه، فبيكون عندي 22,000. إذا 315 ناقص 90 ناقص 22 هذا المبلغ اللي راح يسدد لهم إياه في السنة السادسة، على أساس إنه الـ early payment راح يدفع بوقت من وقت بدري، وبالتالي يخصم له جزء من المبلغ. هذه وجهة نظر، وبتلاقي فيها وجهات نظر كثيرة في تفسير الخصم، وهل يعطى الخصم أصلا أو لازم يدفع المبلغ كامل. هذه حسب كل بنك له rules تبعه. تقريبا هذا السؤال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.